كل محافظة سورية بتستقبل رمضان على طريقتها، ولكن يلي بيجتمعوا فيه هي صفة واحدة وهي الروحانية يلي بتطغى على أهلها. نحن عنا بحلب برمضان أكثر شيء، برمضان مشهورة، وقبل نحن كحلويات منجهز كل المواد، منحمص الطحين، منحمص المكسرات، منجهز القشطة، منجهز الفستو، كله من النوع الأول الممتاز، يعني أطيب شيء منجي منجهزه ومنحطه. زائد ما في بيت بحلب، ما في بيت بحلب إلا ما يكون المغرب على الصفرة موجودة غزل البنات جنبه. وكل محافظة بتتميز بأكلاتها وطبخاتها يلي الكل بيتسابقوا ليتذوقوها. ومن المحافظات الأشهر بتنوع مطبخها وطيابة أكلها هي مدينة حلب. شغلات أساسية كلها ما بصير بلاها، مثل يعني هلا شوية حلو، هلا كان واحد ياخد كمية كثيرة، هلا عم ياخد كميات قليلة، سوس، تمر، كلياته حلو، يعني كلياتهم إجباري بده يكونوا بالصينية، يعني بده يكونوا مشان واحد يحس رمضان. بيقولوا عن حلب إنها أرض المشاوي والكباب، بالإضافة لأصناف كثيرة ومتنوعة من الطبخ. نحن رمضان عنا شهر مميز على كل العالم، بس هون بحلب له طقوس مميزة، هون خصوصي نحن عنا الأكل الشرب ما بنستغني عنه. هلا مثلا في كان العالم تعمل سندوانات، تعمل أكلات كبيرة سفرجلية، هلا مختصرينها يعني ما بيخلل الأمر، بس ما كان مثل أول العزايم والعالم كله عند بعضه ورمضان يضل للصبح، هلا ما ضل، يعني العالم صارت صحيح الطقوس لسه هي بس مختصرة كتير كتير يعني. وما ننسى انه حلب كمان مشهورة بأكلات الحلو الثقيلة والخفيفة، وطبعا تعتبر غزل البنات من اشهر ومن اساسيات حلويات رمضان، حتى اصبحت تنطلب من العديد من الدول العربية والغربية. لكن حال اهل حلب من حال كل الشعب السوري، فغلاء الاسعار معاناة يومية بيعاني منها كل مواطن بهالمدينة، على امل انه يشهد تحسن بالوضع المعيشي ليقدر يأمن احتياجاته الغذائية خلال الشهر الفضيل.